هاني السني مبردات السبيل باسم الكردير 31 سنة 30 سنة في الصناعة دي، ودي كان أساسا صناعة أخويا الكبير، وأنا عندي 11 سنة في الصناعة. الفئة اللي بيجيلي معظمهم التجار، أنا ببيع جملة أصنعها، لو في حاجة مختلفة معاه ولا حاجة بعمله اللي على مزاجه هو، عندي سعري كل جملة جملة، بقول لك إني أنا ساعدت معاه لله. أنا فيا 2500 و 3600 المصافات بتاعتي أنا 14 في السنة اللي هم بتقصر، اللي هو اللي بيبقى الحر الجامد الناس كلها عايزه ميه ساقعه بتاع، فبقيت السنه بتبقى الجو عادي بقى، ما الجو حاطط ما فيش شغل. بشتغل بشيل الناس اللي عندي بفتح السنه كلها، بس الشغل عندي كله في الاربع اشهر دول، انا مسؤول شايلهم شتا صيف، مسؤولين في رقبتي شتا صيف.